السلام عليكم حبيباتي، وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم سهام. سعيدة جدا بلقياكم مجددا، وأتمنى أن تكونوا جميعا بألف صحة وعافية. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم طريقة عمل ماسك الطماطم العجيب الذي هز كل مواقع التواصل الاجتماعي لتفتيح البشرة وتبييض الوجه. نتيجته تظهر في يومين، فهو يغذي الوجه ويرطبه، وأيضا يعمل على تفتيح طبقات البشرة الداخلية بفعالية وفي وقت وجيز جدا. مكونات خلطة تفتيح البشرة لليوم سهلة جدا، متوفرة بجميع البيوت بإذن الله: حبة طماطم وزيت الزيتون. وقبل المرور لطريقة تحضير ماسك أو قناع تبييض الوجه لليوم، أتمنى منكم حبيبتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو. وإذا كنتم تزورون القناة لأول مرة فأهلا وسهلا بكم معنا. يمكنكم الانضمام إلى قناتي عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو، مع تفعيل الجرس الصغير بجانبه لكي يصلكم كل جديد من الخلطات المجربة والمضمونة. إذن على بركة الله، سنأخذ نصف حبة طماطم ونقوم ببشرها جيدا. فالطماطم تحتوي على مضادة أكسدة قوية تدعى الليكوبين، حيث تساعد هذه الأخيرة على تفتيح البشرة وتقليل ظهور التجاعيد. كذلك فالطماطم تعطيك بشرة صافية مشرقة في وقت قصير جدا. سنحتاج أيضا إلى زيت الزيتون، فهو رائع جدا لترطيب البشرة، لغناه بفيتامين E أو A ومضادة الأكسدة. فزيت الزيتون يحسن صحة الجلد، وهو يعالج الالتهابات المختلفة لاحتوائه على فيتامين E أو A، ويكافح علامات الشيخوخة ويقاوم تجاعيد البشرة. زيت الزيتون يغذي البشرة أيضا ويطهرها وينظفها جيدا. ولتحضير ماسك أو قناع تبييض وتفتيح لون البشرة لليوم، سنأخذ نصف حبة طماطم، نبشرها جيدا ونضيف إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم ندمج العنصرين جيدا إلى أن يتجانسا، ونطبق خلطة تبييض الوجه وتفتيح لون البشرة هذه على وجهنا لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نشطف بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. نستخدم قناع تفتيح لون البشرة هذا 3 مرات بالأسبوع، فالنتيجة تظهر من الاستخدام الثاني فقط. لذلك فخلطة تبييض الوجه هذه تعتبر رائعة جدا، لاقت نجاح كبير في الآونة الأخيرة، فهي تفتح لون الوجه بصورة طبيعية لتعيد لبشرتك النضارة، كما تخلصها من البقع القاتمة لتكون بيضاء ومثالية في أقصر وقت. أتمنى أن تعجبكم خلطة اليوم لتبييض الوجه وتفتيح لون البشرة بالطماطم. لا تنسوا حبيبتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك لتشجيعي على نشر العديد من الخلطات المجربة والمضمونة. أشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء في خلطة قادمة بإذن الله.